لا مش دي. طب والله لا على بايو يمكن دي هي شخصية فنية جايز ولا شخصية سياسية ممكن تبع شخصية أدبية معقول أكيد بقى الشخصية دي شخصية من المشاهير جايزة عايشة أو تاريخية أو بطلة في أساطير يلا بقى حلوت حلوة بشوية تفكير واستنوني بكرة حاجيلكم ومعايا البوازير يلا بقى حلوت حلوة بشوية تفكير واستنوني بكرة حاجيلكم ومعايا الفوازير